السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله نكمل معكم لي زيكزارسيس اللي عندهم علاقه بالدرس ديال ايكيليبر دان كور سوليد سومي ا دو فورس بالنسبه للترانكومه سيانتيفيك. اذا وصلت معكم دابا ليكزارسيس نيميرو 6. بالنسبه لي زوطخ اكزارسيس يعني الان حتى ل 5 راه نخلي لكم الروابط ديال لا كوريكسيون ديالهم اسفل الفيديو. ايضا حتى لا سيغي راه كاينه اسفل الفيديو سو فورم دو بي دي اف. اذا نكمل معكم على بركه الله. دونك ان بالون دو فوليم فيت ايغال 24 لتر اي دو ماس ام ايغال 2.6 كيلوغرام فلوت على سيرفاس دو لون. دونك انا عندي واحد لو بالون يعني لو فوليم ديالها هو 24 لتر. دونك هنا لا ماس ديالها يعني الكتله ديال 2.6 فلوت يعني تطفو فوق يعني على سيرفاس يعني على هذا السطح ديال الماء. La première question, déterminer le bilan des forces qui s'exercent sur le ballon. Donc, on a dit les forces, yani, جرد القوى. دونك باش نحدد اول حاجه اون ديتيرمين لو سيستيم ايتيدي. بما انني كنحدد لي فورس اكزارسي سيغ لو بالون دونك لو بالون سي لو سيستيم ايتيدي. من بعد لي فورس اكزارسي سيغ لو بالون سون. اذا هاد لو بالون راه عندها ماس دونك غتكون عندها وا يعني وزن الكره لو بوا دي بالون. دونك غديرو بوا دي بالون دائما هي راه كتكون فيرتيكال من سونتر دو غرافيتي فيغ لو با. حاجه اخرى ثاني عندي ان هاد لو ليكيد اكزارس واحد لا فورس على هاد لو بالون. دونك هذيك كتسمى لا بوسي دارشيميد. دونك هنا ديما لا بوسي دارشيميد كتكون فيرتيكال. دونك هنا كتكون فيرتيكال يعني اوف راسيه. وبالنسبه للسونس ديالها كيكون دائما من السونتر هاد البوان دابليكاسيون ديالها هي لو سونتر دو ليكيد ديبلاسي. يعني الا كانت الكره كانت في الاول كان عندي الماء حتى لهنا من عندي الكره غيصعد. يعني انا خصني نلقى دابا داك لو سونتر دو غرافيتي ديال ليكيد ديبلاسي يعني اللي تزاه. دونك غتكون تقريبا هنا في هاد البلاصه. دونك هذا هو البان دابليكاسيون. بالنسبه لا ديريكسيون ديما كتكون فيرتيكال. بالنسبه لو سونس ديما من السونتر دو غرافيتي دي ليكيد ديبلاسي فيغ لو او يعني نحو الاعلى. دونك عندي لا بوسي دارشيميد. لا دوزيام كيسيون ديتيرميني لو فوليم دو لا سيرفاس دو لا بارتي دي بالون ايمرجي دون لو. دونك غنحدد الضو عاطينا اون دون جو يعني لا ماس فوليميك دو اي جي ايتيغال 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. دونك هنا غنحدد لو فوليم ديال الجزء من لو بالون اللي هو ايمرجي يعني مغمور في الماء يعني هاد الجزء اللي هنايا اللي كاين فيه الماء. باش نحدد انا هذا خصني نقلب على واحد لا غولاسيون ما بين لو فوليم ايمرجي وما بين لا ماس فوليميك اي جي. انطلاقا من لي دوري ممكن نعرف انا كيفاش خصني نجاوب على لا كيسيون. دونك اول حاجه راه عندك واحد لا كولاسيون عندك في الكور كتبوا عندك دبول اون سيك. دونك انا غنحاول نبينها قبل لا نستعملها. دونك كنعرفوا بان لانتونسيتي دو لا بوسي دارشيميد راه كتساوي لانتونسيتي دي بوا دو لو دي بلاسي يعني كتساوي وزن الماء المزاح هذاك الماء اللي كيصعد ليا. وكنعرفوا بان بي كتساوي ان فوا جي دونك يعني ام او دي بلاسي فوا جي. وايضا ممكن انني نلقى واحد لا غولاسي ما بين لاماس لاماس فوليم. كنعرف بان لاماس فوليم كتساوي لاماس سيغ لو فوليم يعني لاماس فوليميك او كتساوي لاماس او دي بلاسي سيغ لو فوليم او دي بلاسي. دونك من بعد غنحدد انا هاد ام. هاد ام عطاتيني غو فوا في. اذا عطاتيني غو او فوا فوليم او دي بلاسي. وهاد هاد العلاقه نحاول نعوضها هنا. دونك غتولي عندي اف ا هادي عوضتها بهادي هادي فوا جي. دونك هادي العلاقه اللي خصك تكون حاطها في الكور بصفه عامه. كنقولوا لانتونسيتي دو لا بوسي دارشيميد ايتيغال غو ديال ليكيد فوا لو فوليم دو ليكيد ديبلاسي. اذا هادشي اللي كنديرو فوا جي. حنا غنستعمل انا هاد لاغولاسيون. دونك انا عندي الماء هو ليكيد. دونك اون سي كو فهاد الحاله غنكتب لاغولاسيون هي هاديك اللي بينت انا دابا. دونك خصنا نعرفوا لو فوليم دي بلاصي. دابا هنايا في الاول قبل لا ندير انا الكره هنايا لو بالون دونك غيكون مثلا هنا في هاد البلاصه ولكن عندي الكره غيصعد ليا. علاش صعد ليا؟ لان هاد الحيز اللي كاين هنا هاد لو فوليم ايمرجي ديال لو بالون هو اللي صعد. يعني ان هذاك الجزء خدا واحد البلاصه في الماء. اذا هادشي علاش صعد ليا؟ يعني ان هذاك الماء اللي صعد ليا هو الحجم ديال هاد البارتي ديال ايمرجي. يعني في هاد الحاله بغيت نقول لك بان هاد لو فوليم دي بلاسي هو لو فوليم ايمرجي لو فوليم دي بالون ايمرجي. يعني هو الحجم ديال هذاك الجسم اللي هو مغمور في الماء. دونك كنكتب انا هاد العلاقه بهذه الطريقه. دونك هادي غنجي نكتبها هنا
وهي اف ا جبتها هنا. دونك انا ويت الفوليم دي بالون ايمرجي دونك تعطيني تولي لانتونسيتي دو لا بوسي دارشيميد سيغ رو او جي نجيبو من هنا صافي هادشي اللي كاين. ولكن هذه ما عنديش انا في المعطيات، ممكن نستعمل لا كونديسيون ديكيليبر حيت انا عندي هاد لو بالون ايتون ايكيليبر اي سومي ادو فورس، كاين عندي لو بوا وكاين عندي لا بوسي دارشيميد. اذا في هاد الحاله كنطبقوا لا كونديسيون ديكيليبر، في هاد الحاله كنكتبوا لا سوم دي فورس ايتيغال لو فيكتور نيل. دونك عندي لو حق يعني لا لانتونسيتي يعني لا لو بوا بليس لا بوسي دارشيميد دونك ايتيغال لو فيكتور نيل. وممكن انني هاد بي ندوز الطرف الاخر عتولي عندي الحاله الطريقه عندي هنا فقط لا غير. دونك عندي لا نورم في هذه الحاله عطاتيني اف ا كتساوي بي صافي هادشي اللي عندي. دونك هاني لقيت دابا هادو ممكن نعوض انا هنا بي. دونك عتولي اول حاجه نكمل بعدا دونك ممكن نحسبها ومن بعد نعوض. انا ندير ليكسبريسيون هنايا بي كتساوي ام فوا جي يعني لا ماس دي بالون فوا جي، ها هي جي عندي هنايا، ونعوض في هاد العلاقه اللي عندي هنا تولي فوليوم انرجي كتساوي اف ا غتولي هي ام جي، هي عوضتها هنا وهذه راه هي هذه اللي كاينه هنا فقط لا غير. دونك من بعد اون سامبلي جي تبقى لي غير ام سيغ لا ماس فوليميك دو، ها هي ام سيغ لا ماس فوليميك دو. وندير لابليكاسيون نيغيك ام ها هي 2.6 كيلوغرام، وعندي غو ها هي دي سرا بويسونس 3 كيلوغرام، نخلي زينيتي دونك هنا اون سامبلي كيلوغرام. دونك غتبقى لي متر كيب غتطلع الفوق دونك غتولي 10 اس ناقص 3 غتطلع، دونك 10 اس 3 تطلع فوق تولي 10 اس ناقص 3 دونك تولي 2.6 10 اس ناقص 3 هادي طلعناها الفوق، ومتر على بويسونس 3 طلعت هي الفوق دونك غتولي متر كيب. ممكن انك تحولها لليتر باش دوز من متر كيب لليتر دير لها الجدول دونك غتروح 10 بويسونس 3 دونك يعني غتحيد هادي غتبقى لك غير 2.6 لتر. La troisième question, on maintient le ballon immobile sur l'eau. Quelle est l'intensité de la force d'Archimède exercée par l'eau sur le ballon? Donc, on va essayer de faire la courbe dans l'eau. Donc, on ne sait pas l'intensité de la force d'Archimède, ce qui est exercée par le liquide du ballon sur le ballon. Donc, on va prendre l'expression. Donc, on va essayer de faire la courbe. On sait que la force d'Archimède dit que c'est rho de liquide fois V de liquide fois G. Donc, on a le liquide ici, c'est l'eau. Donc, on va essayer la masse volumique d'eau fois le volume d'eau déplacé fois G. Donc, on a un chiffre de valeur intensité. Donc, lorsque le ballon est complètement immergé dans l'eau, mais qu'il est complètement immergé dans l'eau, il y a une avec le volume déplacé, par rapport au volume le ballon. Donc, faites le volume déplacé. هو لو فوليم دي بالون يعني من قبل لا نديرو حنا الكره في الداخل ديال هاد الكاس. دونك هنايا مثلا كان في الاول هنايا، من بعد وين غنعاود نديرو غيصعد داكشي اللي صعد بيه هو الحجم ديال هاديك لو بالون. دونك غنعوض في ليكسبرسيون دونك تعطيني لا فورس داكسيميد لانتونسيتي ديالها كتساوي لا ماس فوليميك دو فوا بلاصه لو فوليم دو ديبلاسي، عوضت هنا لو فوليم دي بالون فوا جي حيت هادي عندي في المعطيات. ها هو لو فوليم دي بالون هو 24 لتر. دونك غندير لابليكاسيون نيميريك دونك دو غو ها هي 10 بويسونس 3 كيلوغرام متر كيب فوا بالنسبه لليتر باش دوز المتر كيب دونك خصك تضرب 10 بويسونس موان 3 ولا دير لها الجدول. دونك جي هي 9.8 نيوتن باغ كيلوغرام. دونك في هاد الحاله نسامبلي باغ كيلوغرام كيلوغرام شات. دونك متر كيب هادشي مع متر كيب دونك غتبقى ليا غير نيوتن دونك غتعطيني 235.2 نيوتن. L'exercice numéro 7, un pavé de forme d'un parallélépipède flotte à la surface de l'eau. Donc, on dit un pavé ouada, donc il y a flotte sur l'eau. Donc, le شكل ديالو هو parallélépipède يعني متوازي مستطيلات. Donc, عنده الابعاد ديالو سي دومونسيون سون عندنا لا hauteur, la longueur et la largeur يعني الارتفاع والطول والعرض ديالو. Donc, هذا هو parallélépipède يعني هذا هو البافي. La première question, donc faites le bilan qui des forces qui s'exercent sur le pavé. Donc on a un genre de prévoir. Donc les forces, à quel âge on détermine le système étudié. Donc il y a bien un genre de prévoir le mot par le pavé. Donc le pavé c'est le système étudié. Donc les forces qui les forces exercées sur le pavé sont. Donc on dit à quel âge on dit le poids du pavé, weight. وعندي ايضا حاجه اخرى ثاني عندي هاد لو ليكيد اللي كاين هنايا
والسال. دونك عندنا واحد لا فورس اكزارسي باغ هذاك هذاك لو ليكيد يعني لو، دونك كتكون ديما ديريجي فيغ لو او يعني نحو الاعلى، دونك اللي كتسمى لا اوسي دارشيميد. وديما البوان دابليكاسيون ديالها هو لو سونتر دو غرافيتي ديال لو دي بلاس لو دي بلاس اللي كتسمى لا اوسي دارشيميد. دونك لو بافي اي سومي ا دو فورس، عندنا لو بوا اي سون بوا اي لا اوسي دارشيميد. La deuxième question, sachant que la partie du pavé émergée a une hauteur de h' est égale à 3 cm, calculez le volume v' de la partie immergée. Donc, on dit émergée, donc la partie immergée, il y a le focainier. Il y a la partie immergée, il y a la tilatarosa qui elle-même. Donc, elle flotte sur l'eau. Il y a le focainier. Donc, il y a le focainier qui est le foc. Ou bien, c'est la partie immergée, il y a la tilatarosa qui elle-même. Il y a dit. دونك عطاونا لا هوتور الارتفاع ديال الارتفاع ديال هي هذه اللي عندي، هذه هي اش بريم، يعني هذه لا بارتي دي باري امرجي ياك. وعندي حنا كنعرفوا لا هوتور، دونك لا هوتور ديال باري هو 20 سنتيم، هذه هي اش صافي. حنا شنو بغينا نحسبوا هنا؟ كالكيل لو فولوم بريم دو لا بارتي امرجي. دونك غنحسبوا حنا لا بارتي هاد التحتانيه هي هادي. دونك انا باش نحسبها راه بالنسبه للطول، طول ما يتغيرش والعرض ما يتغيرش، ولكن اللي يتغير هو الارتفاع. دونك غنسميها مثلا هذه اش اش. دونك انا لو بغيت نحسب انا الفي بريم ديال لابارتي ايمرجي غندير العلاقه الرياديه، عندي الطول في العرض في الارتفاع غير هذه. دونك غنحسب ديال ايمرجي يعني اللي التي تغوص في الماء. دونك عندي الفي بريم كتساوي الطول في العرض، كنعرفوا هذه العلاقه في الرياضيات، الحجم ديال متوازي المستطيلات هو الطول في العرض الارتفاع. اذا عندي روحنا هذا الارتفاع، باش نحسب انا هذا الارتفاع اش كيساوي؟ كيساوي اش هذه اللي بالخضر وناقص هاد اش بريم وعلقها هاد اش بريم. دونك هادشي اللي عندي. دونك ال ها هي 60، عندي ال كيت ال لونغور، عندي لا لونغور هو 60، وعندي لا لارجور هو 20 سنتيمتر، وعندي الارتفاع. دونك الارتفاع هو اش بريم. دونك شنو عندي؟ كيفاش علق اش بريم؟ غادي ندير اش يعني هي 20 ونقص منها اش اش بريم، دونك غادي يعطيني ناقص 3. ها هي 3 هي هادي، ندير الكالكيل ديالي وعلقها 20400 سنتيمتر كيب، ولا ممكن تحولها للمتر كيب دروا 10 على بيسونس موان 6. La troisième question, calculer la masse M' d'eau déplacée, on donne la masse volumique ou atteint G. Donc, on a fait la masse d'eau déplacée, yani le ma اللي صعد الفوق، نحسبوا الكتله ديالو. حنا ملي غنديروا هاد الجسم غيهبط لتحت، اذا هذاك الماء هاد الجسم غيهبط، عندنا واحد لابارتي هي ايمرجي وعندنا واحد لابارتي ايمرجي. دونك في هاد الحاله غنحسبوا دابا لا ماس حنا فقط ديالاش ديال الماء اللي غيطلع الفوق فقط لا غير. دونك شنو غنديروا؟ غنستعملوا العلاقه، كنعرفوا هي انه كتساوي ان بريم سيغ في، يعني غنديروا ان بريم هي لا ماس دو ديبلاسي سيغ لو فوليوم دو ديبلاسي. دونك لو قلت انا ان بريم غندير انطلاقا من هاد العلاقه تعطيني رو فوا في او ديبلاسي. واخا هاد في او ديبلاسي علاش صعد ليا هذاك الماء؟ لان هاد الجزء التحتاني هو اللي خلاه يصعد، يعني ان هاد الحجم ديال لابارتي ايمرجي يعني هاد التحتانيه هو الحجم ديال الماء اللي غيصعد بحال بحال. دونك هادشي اللي درنا حنا في بخيم اللي حنا فايتنا حسبناها. دونك رجع عليكم هي هادي اللي هنا، دونك في بخيم هي لابارتي ايمرجي، يعني داك الحجم اللي غيكون في الاسفل هو في بخيم. دونك افيك بريم لقينا حنايا هي 20400 سنتيمتر. دونك ابليكاسيون نيميريك غندير فقط لابليكاسيون نيميريك ساهل. دونك ناغو ها هي 10 10 على بيسونس 3 كيلوغرام باغ متر كيب فوا في، خاصني هادي نحولها للمتر كيب. دونك غنديرو 10 على بيسونس موان 6، ولا دير لا طابلو ديال تحويل الوحدات ديال الحجم. دونك متر كيب مشات مع متر كيب عطاها ليا دابا ام بريم، يعني لا ماس دو ديبلاسي اللي هي ام بريم ايت ايغال 20.4 كيلوغرام. لا كاتريام كيسيون، كالكيلي لو بوا بريم دو ديبلاسي اي اون ديدوير لانتنسيتي دو بافي دو بوا بي دو بافي. دونك هنا اول حاجه نحسبوا شده وزن ديال اللي رمزنا لها بريم ديال الماء المزاح. دونك هنا غنستعمل لا غولاسيون عادي، بي كتساوي ان فوا جي. دونك انا بي ونا بي غندير بريم كتساوي
ام او ديبلاسي فوا جي. وبالنسبه لو ديبلاسي راه هي ام بريم، رجعنا ليها لا ماس ديال او ديبلاسي، ها هي لا ماس ام بريم دو ديبلاسي راه هي ام بريم. دونك ها هي عندي هنايا، فقط غنعوض دابا هنا غتولي بلاصتها هذه غتولي ام بريم فوا جي. دونك عندي لابليكاسيون نيميريك ام بريم هي 20.4 كيلوغرام فوا 10 نيوتن بار كيلوغرام هي جي، اون سامبلي بار كيلوغرام. دونك ان ريست ان لانتونسيتي دو بوا l'intensité d'eau déplacée est égale 204 N. Donc, d'abord, on déduit l'intensité du poids du pavé. Donc, on va juste la définition. Donc, on sait que, d'après le cours, l'intensité de poussée d'Archimède est égale à l'intensité du poids de liquide déplacé. Donc, ce qu'on a dit, c'est que شدة لانتونسيتي دو لا بوسي دارشيميد اشني هي هذيك، هي لانتونسيتي ديال لو بوا ديال هذاك الماء المزاحم. نعقل عليها، دونك انا هذه راه لقينا يعني ان اف ار كتساوي هذه، دونك حيت هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه، دونك راه اف ار كتساوي 204 نيوتن. وعندنا حاجه اخرى بان هاد لا باغي اي طون ايكيليبر، دونك هنا دوطخ باغ لو باغي اي طون ايكيليبر اي سومي ا دو فورس، كاين عندو لو بوا ديالو وعندها لا بوسي دارشيميد. اذا في هاد الحاله غنديرو لا سون فيكتوريا اي تيغال ا زيرو، دونك عندهم ميم انتونسيتي، يعني ان لو بوا لانتونسيتي دو باغي راه كتساوي لانتونسيتي دو لا بوسي دارشيميد، ولا بوسي دارشيميد شحال كتساوي؟ كتساوي 204 نيوتن. دونك ها حنا لقينا لانتونسيتي دو بوا دو باغي. La cinquième question, calculer la masse m du pavé. Donc, on va la masse du pavé. Donc, je vais dire ici. Donc, on va dire que p du pavé est égal à la masse du pavé fois la masse du pavé fois g. Donc, on va dire que m est égal à p sur g. Donc, on va dire que g est égal à g. On va dire que p du pavé fois g. On va dire que p du pavé est égal à g. Donc, on va dire l'application numérique. Il y a le cas de la quatrième question. Donc, 204 N. Ou je vais dire que 10 N par kilogramme. On simplifie par N. Donc, il reste 20.4 kg. La sixième question, calculer le volume V du pavé. Donc, on va le volume du pavé كامل. Donc, on va dire, on va la relation mathématique. Donc, on va dire que le pavé est sous forme d'une parallélépipède, c'est-à-dire, donc, on va dire, طول في العرض في الارتفاع. Donc, est égal, on va dire, هاوما طول هو 60, هاو العرض هاو 20, on va dire, الارتفاع du pavé, من هنا حتى لهنا راه هو 20 سنتيمتر. دونك اشنو غندير من بعد؟ دونك هنا غندير كلشي الحساب ديالو تولي سنتيمتر كي غتولي سون تولي هنايا 24000، دونك سنتيمتر فوا سنتيمتر فوا سنتيمتر هي سنتيمتر كي، ممكن تحولها للمتر كي. دونك تعطينا باش تحولها للمتر كي غتضرو 10 بيسونس موان 6، ولا دير لها الجدول ديما من سنتيمتر كي للمتر كي ضرو 10 بيسونس موان 6، دونك هنايا تعطيك 0.024 متر كي. La septième question, précision en utilisant le tableau ci-dessous, le matériau constituant ce pavé. Donc, attendez le tableau. Donc, là, on voit que le pavé, il est qui est-ce qu'il est, par exemple, le matériau, le polystyrène, ou bien le bois, ou le glace, ou l'aluminium, ou bien le fer. Donc, là, attendez les masses volumiques de chaque matériau. Donc, là, il y a bien ce que nous faisons, la masse volumique qu'on parle avec le tableau. Donc, on a la masse volumique, il y a la masse sur le volume. Donc, la masse volumique du pavé, c'est la masse du pavé sur le volume du pavé. بالنسبه لهاد هادو راه فين حسبناهم، دونك لاماس دي بافي ها هي هادي حسبناها، لاماس دي بافي لقيناها 20.4 كيلوغرام، وبالنسبه للفوليم دي بافي لقيناها 0.024 متر كيلو. دونك عندي لابليكاسيون نيميريك غنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها وندير الكالكيل ديالي ولقى 850 كيلوغرام باغ متر كيلو. ها هي كيلوغرام هي هادي، ومتر كيب غندير هنا كاس ندير متر كيب. دونك نمشي نقارن هاد لافالوغ مع هادو اللي عندنا في الطاولة، غنلاحظو بأن هو اللي عنده هاد العدد. دونك في هاد الحالة غنقول بأن لو ماتيريو كونستيتيون سو بافي أو لو بوا، يعني أن هادوك لو بافي كيتكون من الخشب.
L'exercice numéro 8, un corps solide S de masse M est égal à 240 g est accroché à un dynamomètre, à un ressort, يعني عندي واحد لو كور S, la masse ديالو هي 240 kg, est accroché, يعني معلق بواحد un dynamomètre, هو هذا، هذاك الدينامومتر عنده واحد النابض, un ressort. L'allongement de ressort est de 4 cm lorsque le corps est dans l'air. دونك فين غيكون في الاير بحقا في الاول غيكون افيد غيكون افيد هو ال زيرو ولكن من بعد من عندي يروح الجسم غيطوال واحد شويه دونك هنا في هذه الحاله هذيك دلتا ال كتساوي ال و ال زيرو دونك هذاك الاطاله ديالو هي لالونجومون اللي كتساوي كرونز لاف دلتا ال كتساوي 4 سنتيمتر دونك اون برون جي ايغال 10 نيوتن بار كيلوغرام دونك لا بروميير كيسيون faire le bilan des forces appliquées sur le corps solide S. Donc, هنا غنحاولوا نجردوا هذوك القوى المطبقه على لو كور سوليد S. Donc, هنا يعني لو سيستم اوتيدي في هذه الحاله هو لو كور سوليد S. Donc, les forces exercées sur le corps solide S. إذا لو كور سوليد راه عنده ماس. إذا في هذه الحاله يكون عنده لو بوان. Donc, عندي لو بوان اللي كتكون توجور فيرتيكال بحكا من السنتر دو غرافيتي ديال S فيغ لو با يعني نحو الأسفل. Donc, لو بوان دي كور هذه راه وزن الجسم. ايضا عندي هاد لو غوسور ديال الدينامومتر مانتيني كيليو دو كور سوليد اس يعني كيحافظ على التوازن ديالو يعني كيطبق واحد لا فورس اللي كنسمى لا طونسيون اللي كتكون هاي نحو الاعلى كيجر نحو الاعلى اللي غتكون لا طونسيون دو غوسور دي دينامومتر يعني تاثير توتر نابض الدينامومتر. La deuxième question, calculer l'intensité du poids du corps solide S. Donc, on va l'intensité de le poids. On va calculer l'intensité de le poids. Quand on a une relation, il y a M fois G. Donc, on sait que P est égal à M fois G. Pour nous, la masse, on va calculer le kilogramme. Donc, on va calculer 0,24 kg. On va calculer fois G. On simplifie par kilogramme, chez un kilogramme. Donc, on va calculer Newton. Donc, 0,24 fois 10 sera 2,4 Newton. La troisième question, établir une relation entre ces forces. Donc, ce qu'on a les forces, ou la tension de ressort de dynamomètre. Donc, on a le cas de la cabinette. Donc, on a le cas de le corps solide est en équilibre. Est en équilibre, est soumis à deux forces. Donc, on a un peu la condition d'équilibre d'un corps solide est soumis à deux forces. Et donc, on a le même droit d'action de sens opposé ou même intensité. Yani, on a la somme du vecteur et des forces est égale au vecteur ni. Donc, le corps S est en équilibre est soumis à deux forces. Donc, on a le poids et la tension de ressort du dynamomètre F. Donc, on a le cas de vecteur. يعني يكون الاكيليبر كنكتبو هادي دونك هنا بي فيكتور بليس اف فيكتور تيقال لو فيكتور نير دونك لا غلاسيون اللي كنقلب على بينات هادو فقط غنلقى ان بي عنده زوج جهه الاخرى طولي اف فيكتور كتساوي موان بي فيكتور دونك هادي لا غلاسيون اللي بينات هاد لي دو فورس. La quatrième question, déduire la valeur de la constante de rigueur K du ressort. Donc, on va calculer la salawat nawit K. Donc, on va savoir la relation les K, on va savoir que F est égal à K delta L. Donc, la tension du ressort est égal à K fois delta L. وايضا دونك انطلاقا من هنا نقدر نلقى انا كا دونك كاش كتساوي اف و دلتا ال دونك شنو خد دلتا ال راه عندي دلتا دونك عندي في المعطيات ان لا لونجومو راه كيساوي 4 سنتيمتر و اف هي اللي خصني نحسبها دونك غنستعمل لا كونديسيون ديكيليبر دونك حنا اليكيليبر كنعرفو بان هاي عندي لا غولاسيون في هذه الحاله اللي رتنا نورم دونك غيكون عندهم ميم انتونسيتي دونك تحيد المتجهات تولي اف كتساوي بي شحال لقيناها حيت نحسبناها لقيناها قبيله 2.4 نيوتن كنا درنا ان فوا جي دونك هاني لقيت كلشي دونك لا غولاسيون غتولي عندي كا بلاس اف عندي انا بي دلتا ال ها هي دونك لابليكاسيون نيميريك دونك 2.4 غير هادي خصني نحولها للمتر دونك غتولي 0.04 متر وندير الكالكيل ديالي تولي نيوتن على متر كنتي ما عرفتش الوحده خلي ديما الوحدات دونك تعطيك 60 نيوتن بار متر. La cinquième question, lorsqu'on plonge le corps entièrement dans le bécher gradué contenant un liquide. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va essayer de remettre le corps بكامله في واحد مثلا واحد البشير واحد الكاس gradué يعني مدرج او في واحد السائل. L'allongement de ressort devient 3,8 cm. شحال كان في الاول كان عندي 4 cm. دونك من درنا في هذاك
ولات 3.8 سنتيمتر، اذا نقص لا لونجومون. دونك حنا غنشرحوا هادشي. اي لو نيفو دي ليكيد مونت، اذا لو نيفو ديال ليكيد كيصعد ب 20 سنتيمتر سنتيمتر كيوب. كالكيو لا ماس فوليميك دو كور سوليد اس. دونك حنا في هاد الحاله راه كاين لابوسي دارشيميد. دونك هنايا عندي مثلا هذا هو السوليد. دابا من درنا هنايا هذاك لا لونجومون بحال واحد لافورس اللي هي دفعاته الفوق. دونك لا لونجومون نقصوا ل 3.8 كان 4. دونك لو فوليم شحال صعد ليا؟ صعد ليا ب 20 سنتيمتر. كالكيو لا ماس فوليميك دي كور سوليد اس. دونك في هذه الحاله كنعرفوا لا ماس، لا ماس فوليم كتساوي لا ماس سيغ لو فوليم، كنعرفوا هذه. دونك في هذه الحاله لا ماس فوليميك كتساوي 200، راه لا ماس ما عمرو تغير. لو فوليم دي كور يعني لو فوليم دي كور يعني باش علاش هو صعد ليا الماء؟ لان هذا الجسم خدا واحد الحيز من الماء، يعني باش لو فوليم دو ليكيد ديبلاسي هو لو فوليم ديال هذاك لو كور. دونك في هذه الحاله نحسب انا هذه، هادشي علاش درت لو فوليم دو كور هو لو فوليم ديال ليكيد اللي صعد ليا مونت دو 20 سنتيمتر كيوب. دونك غنلقاها 12 غرام سنتيمتر كيوب. اذا غنتوقف معكم هنا، اذا نتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.